مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثامنة من الموريتانية، والبداية بأبرز العناوين. وزارة التهذيب الوطني تطلق المرحلة الأولى من رالي العلوم والثانية من أولمبياد العلوم في المواد العلمية لسنة 2017 لنيل جائزة رئيس الجمهورية في المجال العلمي. خلال اليوم الرابع من مفاوضات جنيف، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يقترح تشكيل فرق للفات الإدارة والدستور والانتخابات وترك مسائل الإرهاب لمفاوضات استانا. وفي ملف النشرة تتابعون الليلة: الافتراض المدرسي، العقبة الكأداء. أهلا بكم في التفاصيل. انطلقت صباح اليوم في عموم التراب الوطني المرحلة الأولى من رالي العلوم والثانية من أولمبياد العلوم في المواد العلمية لسنة 2017 التي تنظمها وزارة التهذيب الوطني في جميع عواصم الولايات. وتجرى المسابقة في المواد العلمية الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء لصالح تلاميذ مؤسسات التعليم الثانوي لنيل جائزة رئيس الجمهورية في المجال العلمي. 2300 تلميذ يشاركون في مسابقة المرحلة الثانية لأولمبياد العلوم، و567 يجرون مسابقة المرحلة الأولى من رالي العلوم بمشاركة 27 تلميذا في كل ولاية من الولايات الداخلية و81 تلميذا في كل ولاية من ولايات واكشوط، يتوزعون على 16 مركزا على المستوى الوطني منها 4 في واكشوط. اليوم بدأنا دورتنا الثانية في أولمبياد، ما شاء الله كل شيء يمشي على ما يرام. ترك بدعو أديزر وقت العاشرة مع جميع الولايات الوطن، وهون عندنا صوابع ما هذه الرياضيات عندنا في 40 تلميذي، وصوابع الفيزياء عندنا في 146 تلميذي، وصوابع العلوم عندنا في 145 تلميذي، والروابع عندنا في 166 تلميذي. ما شاء الله الحضور جيد، ما في يوصل من الغياب. واللي عندنا اليوم رالي، بدأت اليوم امتحانات الرالي، ورالي فيه المجموعة كاملة 81، عندنا 27 ثوالث لتوازيام عني يعدلوا الكونكور في الرياضيات وحدهم، وعندنا سوادس دي اس اي 27 مولي تلميذي يعدوا الامتحان في الرياضيات في فيزياء والعلوم، وعندنا الخوامس سي اي دي يخلطوا مولي علوم فيزياء والرياضيات. مسابقة أولمبياد العلوم المرحلة الثانية ورالي العلوم المرحلة الأولى جرت حسب المراقبين في ظروف طبيعية. حاولنا أن كل تلميذ يعود مصحوب بطاقة تعريفه وصل، وكذلك نتأكد من رقم مطابق لرقم الماضي ورقم الحالي وعود متساوي، وكذلك كل الأدوات اللي يحتاجها الطالب موجودة، أوراق تسويد، أوراق إجابة، وكانت ظروف جيدة. التلاميذ أعربوا عن ارتياحهم لمواضيع المسابقة وثمنوا إجراء هذه الأخيرة التي ستمكن من تحسين مستوياتهم في المواد العلمية من رياضيات وعلوم وفيزياء. المسابقة كانت شفافة للغاية حسب الدورة الأولى منها، وحسب النتائج اللي شفنا عنهم قطعناهم والنتائج اللي كنا متوقعين. ماد ما شاء الله زين، ما شاء الله سيانس ما أجبرنا فيها صعوبات، وتصحيح ما أجبرنا فيه مشاكل بعد برا تست الأول عدلونا. وكانت المرحلة الأولى من أولمبياد العلوم قد انطلقت في الخامس من الشهر الجاري، وشارك فيها حوالي 6000 تلميذ. وتهدف المسابقة في شكلها العام إلى تحسين مستويات التلاميذ في المواد العلمية وخلق جو التنافس على المراكز الأولى في كل ولاية لتخولهم الدخول في مناورات مع باقي الولايات الأخرى التي احتل تلاميذها مثل تلك المراكز. في المجال البيئي، شهدت العاصمة نواكشوط أعمال يوم تطوعي لتنظيف بعض مناطق الشاطئ المحاذية للمدينة. وقد شارك في هذا اليوم المحضر للاحتفال باليوم الإفريقي للبيئة مبادرة المجتمع المدني من أجل نواكشوط نظيفة بالتعاون مع جمعية نساء من أجل التنظيف وبإشراف من قطاع البيئة والتنمية المستدامة. يجري تنظيم هذا اليوم التطوعي الهادف إلى المساهمة في تنظيف الشاطئ مدينة نواكشوط في إطار التحضيرات الجارية لتخليد اليوم الإفريقي للبيئة
الذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط فاتح مارس القادم. وقد نظم هذا اليوم التطوعي من طرف جمعية نساء من أجل التنظيف بمشاركة عدة منظمات غير حكومية ناشطة في مجال البيئة بالتعاون مع قطاع البيئة والتنمية المستدامة. هذه الفعالية اليوم تندرج في إطار جهود تجمع من المنظمات الغير حكومية لاستشعارات تنظيم اليوم الإفريقي للبيئة في بلادنا بداية الشهر القادم إن شاء الله، وقامت بحملة نظافة لمستوى الشاطئ. حضرنا معهم اليوم كجهة وصية في مجال البيئة لتشجيعهم على هذا العمل وليعطاهم دفعة معنوية والمساعدة حسب الإمكانيات وتثمين الجهود اللي قائمين به. المشاركون أكدوا أن تنظيم هذا اليوم يأتي بعد اجتماع بقطاع البيئة تقرر فيه التحضير للاحتفال باليوم الإفريقي للبيئة، وذلك بعد اختيار موريتانيا لاحتضان احتفالية هذا اليوم. اليوم نعود في هذه المنطقة ياك ننظفوها لصالح مدينة نواكشوط، وننظفوها أيضا أمال ضيوفنا ياك منين يجون يشوفونا نظيفين كالعادة، وهذا هو اللي آمرين. 80 عضوا من المجتمع المدني شاركت في هذا اليوم الذي استهدف مناطق من الشاطئ محاذية لفندقي صباح والأحمدي في منطقة يرتادها الكثير من ساكنة نواكشوط بغية الراحة والاستجمام. نشرتنا متواصلة، وفي ملفها الليلة تتابعون الاكتظاظ المدرسي العقبة الكأداء. توجت النساء البرلمانيات رحلتهن لبعض الولايات الداخلية باللقاء مع الجمعيات النسوية في مقاطعتي روسو وكرمسين وبلدية جاكو، وقد مكنت هذه اللقاءات من الاستماع للآراء والمقترحات الرامية إلى الدفع بالعمل النسوي وإشراك المرأة في العملية التنموية. المراحل الأخيرة من الحملة التحسيسية لقافلة شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات في ولاية ترارزا كانت روسو، نجاغو وكرمسان. في مدينة روسو أقطت الشبكة لقاء مع نساء المدينة وممثلات التعاونيات النسوية والمجتمع المدني، وذلك بحضور المنتخبين المحليين للمدينة. في هذه المحطة كل التدخلات تشير إلى إعطاء أهمية لدور المرأة لتشارك في المسيرة التنموية للبلاد، وكذلك دعم التعاونيات النسوية للرفع من قدراتها الإنتاجية. ومن مدينة روسو إلى نجاكو في هذه المنطقة المحطات كانت متفرقة، وفي كل محطة من محطات الزيارة تتوقف القافلة أمام النساء المنطقة لشرح مضامين وأهداف هذه الحملة الميدانية والخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة في الريف. ومن بين المحطات المسجلة التعاونية النسوية الزراعية في نجاكو. في هذه التعاونية تعرفت القافلة على أهم إنجازات التعاونيات والأراقيل التي تواجهها. مدجنة جابو بورليغي كانت من بين المراحل المزورة. بلدية القاهرة، مويدين، قرية نجمان، بلدية عرفات ودار السلام رقم 3، بالإضافة إلى محطات أخرى تميزت بطرح كل المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق والمتعلقة بالصحة، بالتعليم، بالنقل العمومي وكل ما له صلة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطن. وأخيرا في كرمسان دائما بولاية ترارزا وبحضور حاكم المقاطعة والمنتخبين المحليين للمنطقة، اعتبرت حملة قافلة شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات باجتماع مفتوح أمام نساء المقاطعة، اعتبرت بأنها حملة تحسيسية وفي نفس الوقت تكمل الجهود التي تبذلها السلطات العليا للبلد من أجل الترقية النسوية، وكذلك إيجاد لهذه الفئة من المجتمع الموريتاني الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة لها خاصة في كرمسان.
ومن ترارسة إلى ولاية تير الزمور، حيث شهد النشاط الزراعي في هذه الولاية المنجمية خلال الفترة الأخيرة انتعاشا ملحوظا بفعل إقبال المواطنين على ممارسة هذا النشاط واستعدادهم لتحويل هذه الأرض إلى ثروة حية تساعد في الاكتفاء الذاتي للولاية. تقرير في الموضوع مع زميل سيد أحمد المبكر سيرة. ساهمت الخصائص التي تتوفر عليها ولاية تير الزمور من حيث خصوبة الأرض وتطلع سكانها إلى ممارسة العمل المنتج وما تقدمه لها السلطات العمومية من دعم إلى تحويل الولاية لقطب زراعي كنشاط موازن للنشاط الصناعي رغم ندرة المياه في المنطقة. في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة تم إنشاء مزارع نموذجية على مستوى المقاطعات الثلاثة، كلهم استفاد من كيف على مستوى مقاطعة بير مقران تم إنشاء السنة الماضية مزرعة نموذجية تتكون من 4 هكتارات، وكذلك على مستوى مقاطعة زويرات تم إنشاء مزرعة كبيرة عن طريق بلدية زويرات هي منطقة بطحة الصبط، وكذلك تم إنشاء هذه السنة مزرعتين نموذجيتين اللي هي في ديرك 1 وديرك 2. وهكذا استطاع هذا النشاط الزراعي استقطاب عدد جديد من المزارعين، فتعددت المشاريع الزراعية بالمنطقة لتشكل مصدر دخل للأسر وموردا لتزويد أسواق تير الزمور بما تيسر من خضروات وتمور. هذا اللي له نحن حصلنا عليه من قد عون من الدولة، وعلى كل حال وتباركين معنا نحاولوا على اننا نعودوا مثال في الحراثه. التنميه الريفيه جابوا لنا هون قرياج وسدوا لنا به التراب وجابوا لنا طاقات، رجعنا نشبدوا بهم الماء من الحاسمه، كنا عندنا شي كان لا شي من التراب مهمول، وجابوا لنا راكورات وجابوا لنا المبلكات اللي عندنا نديروا فيهم الماء وننتجوا. عندنا بامبوتير وعندنا الكاروت وعندنا بطراف وعندنا تمات وعندنا نخل ونبقوا زيادة. هنا في هذا المشروع الجديد بمدينة فديرك نساء فضلن ممارسة العمل المنتج، فجمعنا بين واجبات البيت وتطويع الأرض خدمة لأسرهن. هذا وحسب إحصائيات المندوبية الجهوية للزراعة فقد بلغ عدد التعاونيات الزراعية 110 تعاونية يزاول فيهم الزراعة 3010 مزارعين، 70% منهم من النساء. وفي المجال الرياضي اختتمت بملاعب كرة اليد في دار الباب الجديدة بالعاصمة بل في دار الشباب الجديدة بالعاصمة نواكشوط منافسات الدورة الثانية لبطولة كرة اليد المنظمة من قبل الاتحادية الوطنية لكرة اليد. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الرياضية في إطار الاستعدادات التي تجريها الاتحادية الموريتانية لكرة اليد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية لهذه اللعبة التي تستضيفها تونس منتصف الشهر المقبل. ضمن التحضير الذي تجريه الاتحادية الموريتانية لكرة اليد من أجل المشاركة في بطولة الأمير فيصل للأندية التي ستقام خلال الفترة ما بين 21 من الشهر القادم إلى غاية 31 من ذات الشهر وذلك بمدينة الحمامات التونسية، ومن أجل كذلك تحضير المشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية البطلة المقرر إقامتها في شهر نوفمبر القادم. تتنزل فعاليات هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف الاتحادية الوطنية لكرة اليد تحت اسم اللاعب الموريتاني الدولي المحترف سابقا بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لامين مامادو سانغاري. دورة منظمة باسم اللاعب السابق لامين سانغاري اللي كل سنة ينظمها، هو المحترف الوحيد اللي كان عنده الاتحادية الموريتانية لكرة اليد في أمريكا، والآن كل سنة تقوم الاتحادية بتشجيعه من أجله، ولهذا اليوم المباراة النهائية بين نادي الشنقيطة اللي يستعد للبطولات العربية إن شاء الله. بالنسبة ل 2017 عندنا برنامج توسيع اللعبة لمستوى المدارس الداخلية بالنسبة لولايات نواكشوط الثلاثة، هي اللي بدأنا بدورات من أجل تكوين معلمين من أجل الوقوف، ليس عندنا المدربين الكافيين، لهذا بدأنا بالمعلمين من أجل إعطاء فرصة للصغار، وبعدين سنقوم بدورة بين المدارس.
البطولة التحضيرية شهدت مشاركة 16 فريقا موزعة على أندية ولايات واشوط الثلاث وأندية بعض المدن الداخلية للبلاد، من أبرزها نادي شنقيط الذي يعد من بين أكثر الأندية الوطنية لكرة اليد تمثيلا في المنتخب الوطني، ويشرف على إدارته اللاعب الدولي السابق الشيخ سعد بو والشيخ الماموني. الرياضة الهامة اللي ينقالها كرة اليد اللي عنده جمهور عريض من الشباب، راجل إن شاء الله أن يعود هذا النادي يبرز منه مواهب هامة موريتانية وتعود تشكل منتخب وطني، وأنها تشارك إن شاء الله مشاركات خارجية هامة. من المقبل الآن بين يديه المشاركة في البطولة العربية في تونس، وهذه الشباب اللي داعمين النادي دارك يترأسهم الشيخ سعد بو والشيخ ماموني اللي هو اللي قابل هاي المبادرة بدعم للنادي، وإحنا كاملين وراه وراجعين إن شاء الله نعود لبناء هامة في بناء رياضة كرة اليد في موريتان. الحفل الختامي لهذه التظاهرة الرياضية تميز بتسليم كأس الدورة الثانية لبطولة عميد لاعبي كرة اليد الوطنية لامين مامادو سانغاري، وذلك لقائد فريق شنقيط الذي فاز في المباراة الختامية على حساب فريق التشكيلة الجهوية بنواكشوط، وذلك بنتيجة 23 مقابل 14 هدفا. تم الإعلان مساء أمس بنواكشوط عن انطلاق أنشطة النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل بحضور ممثلين عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وعدد من مسؤولي الروابط والاتحادات النقابية. وبهذه المناسبة قال رئيس المكتب التنفيذي لهذه النقابة السيد محمد دمين المحمد محمود إن الرؤية السياسية والإرادة الصادقة للسلطات العليا في البلد ساهمت بشكل ملحوظ في إعادة الاعتبار إلى قطاع الشغل من خلال قيامه بدوره الريادي على المستويين الداخلي والخارجي، وما مكنه من أخذ موقعه اللائق في المنظمات الإقليمية والدولية، وأحث زملائه على الجد والمثابرة لنيل الحقوق وأداء الواجبات. وتخللت الحفل مداخلات أكدت في مجملها على حماية مصالح العامل ورب العمل. عقد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم بجنيف جلسة مباحثات ضمن الجولة الرابعة من المفاوضات الجارية مع الوفود السوري المفاوضة، وسيبحث هذا اللقاء الأمور الإجرائية المتعلقة بالمفاوضات بما فيها تشكيلة وفد المعارضة السورية. من جانب آخر، عقد وفد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعا مغلقا في مقر إقامته بجنيف لبحث الورقتين المقدمتين من دي ميستورا متعلقتين بإطار مفاوضات جنيف، ومن المتوقع أن يعلن وفد الهيئة ملاحظاته ومواقفه من هاتين الورقتين في نهاية الاجتماع. يشكل الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية عائقا في وجه الاستفادة من حلقات التدريس، هذه الوضعية تجعل التلميذ في هيئة لا تسمح له بالاسترخاء وتقبل المعلومات المقدمة بشكل صحيح، وتفقد المعلم التحكم في مسار العمل التربوي داخل الحجرات. الزميل محمد محمود الباها يتطرق لهذا الموضوع في سياق الملف التالي. نحن داخل أسوار ثانوية دار النعيم رقم 1، وتحديدا في الأقسام النهائية العلمية والأدبية والرياضية، حيث يحاول كل طالب الحصول على مكان في القسم لمتابعة حصة اليوم، مسألة شبه مستحيلة في ظل استفحال ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها غالبية المؤسسات التربوية في التعليمين العام والخاص. هذا القسم السادس معنا السابع آداب، ومسجل فيه زيادة على 100، وهو الآن فيها غياب حالا، وتلاحظ كم هي إزعاج وكم هو صعوبة في توصيل المعلومة، لكن هذا هو قدر القسم، لأنه هي ظاهرة في غير القسم، ولكن القسم هنا بشكل أكثر وضوح لأن المسجلين كثيرين. الاكتظاظ ظاهرة موجودة تعني زحمة في الفصل، بحيث يكون عدد التلاميذ أكثر مما يجب أن يكون، وبالتالي هي ظاهرة منتشرة جدا ومعيقة لتعليم موريتاني. عادة حين يتجاوز الفصل مستوى 50 طالبا
تكون السيطرة عليه صعبة. بالنسبة لثانوي دار النعيم على أنها تشهد قطعا اكتظاظ متين به اللي أنت تجبر قسم فيه 100 فيه 105 وهو أغلبيتهم قاعدة على الدص قطعا قاعد الثانوية كاملة فيها اكتظاظ متين قال بعد ذلك قالوا الإعدادية فيها متنفس معقول اللي في عدد التلاميذ اللي فيها مقبول قال ذلك قالوا الثانوية ذلك قالوا السوابع منه بصفة خاصة والسوادس تجبر قسم فيه 100 تلميذ إلى 105 إلى 110 وهذا حقيقة رواية صعبة. لا جدال إذن ظاهرة الاكتظاظ موجودة في جل المؤسسات لذا لن نتفاجأ بتأثيراتها السلبية على الطلاب أولا وطواقم التدريس ثانيا. فينا اللي قاع ما عنده بليدة يقعد فيها وفينا اللي ما شاء الله يجي مع الصباح ويقعد هون يقال ما يراعيش والأستاذ تم ما شاء الله يشرح ونحن ما لنا سامعين قاعدة يشرح بينا كثرة التلاميذ وما لنا اللي جابرين بلايسنا قاعدوا فيهم فينا اللي يجيب قاع جيل فوي رابع بيها والله خامس بيها. الاكتظاظ عنده تأثير سلبي على ذي المؤسسة خاصة على التلاميذ خصوصا تلاميذ ترمينال هون احنا نعانوا بياسر من الاكتظاظ ونتيجة ذلك الأستاذ ما يقدر يوصل الفكرة بكثرة التلاميذ وياسر من التلاميذ هم اللي ما يستوعب الفكرة به ان بعضية منهم نتيجة الاكتظاظ وليش ما تلي قد يركز والأصوات ونوع لا يقدر يركز وذي حقا كارثة لتلاميذ ستيب. هذا يسبب كثير من المصاعب في التوصيل كما تلاحظ وفي الضبط وفي التصحيح وفي في مختلف جوانب العملية التعليمية والتربوية. أما عن تأثير ظاهرة اكتظاظ الفصول الدراسية على العملية التربوية بصفة عامة فحدث ولا حرج. تأثير عموما سلبي يا أسفة وتعرفوا لماذا؟ لأن إعادة خارج التجهيزات وعلى التبديد على التلاميذ عدو ياسرين تجهيزات وحتى الطوابل. ثانيا المربي معلم مع كرة التلاميذ ما يقدر يعدل واجبه كامل وقت ما هو سامح بها ومجهوده هو ما هو سامح بها. وثالثا التلاميذ كذلك ما يقدر يمسكهم قريب يعقبوا ويفقدوه ومزاد مملي وعيهم واهتمامهم ويمشوا غالبا يمشوا وإذا ما مشاوا ما حصلوا بهم ما يلحقهم من المربي اللي يشدهم اللي يخليهم يستمروا بهم اللي كيف ينهملوا عودهم وهمال عليها ما تمشي شعبة بالصيفة الوقت كامل ولا توصل للنتيجة كاملة ولا وصلت ما توصل من اللي عندها معلومات اليالة بها قلنا المعلم ما يقدر يوصلهم ذاك كامل والوقت ما هو سامح ذاك كامل. إذن واضح أنه الاكتظاظ من الأمراض الأساسية ما تخلي التعليم الحق مشدواه حق نتيجته. بالنسبة للمدارس العمومية تجد أن اكتظاظها هذا الذي يفوق 100 تلميذ في الفصل الواحد تجده مصحوبا بعدم وجود بنية تحتية كافية لا نوافذ لا أبواب وبالتالي يتعرض الطلاب وحتى الجادون منهم لنزلات البرد ولظروف صعبة جدا لا يستطيعون معها تحصيل ما يريدون تحصيله من هذه العملية. ثانيا في المدارس الخصوصية تجد أن أغلبها ليس أصلا مبنيا كحجرات مدرسية وبالتالي تجد أنه في منازل عادية هذه المنازل بيوتها لم تبنى أصلا لأغراض تعليمية وبالتالي تجدها صغيرة وأي اكتظاظ يتجاوز 50 لا يستطيع معه المربي مهما كانت سيطرته على الفصل ومهما كان أن يؤدي رسالته على الوجه الذي يريده. ومن اللافت أن هذه الظاهرة تسجل أكثر في الأقسام النهائية التي يحضر أصحابها لشهادتي البكالوريا وختم الدروس الإعدادية وهو ما يشكل تحد كبير لطلاب مرحلتين مصيريتين بالنسبة للطلاب. فالأقسام النهائية الست التي عايناها خلال إعداد هذا الملف يتراوح عدد تلاميذها بين 105 إلى 110 تلميذ في كل قسم. هذا الاكتظاظ بالنسبة لي تأثر متين على ذلك قال التلاميذ بيلي القسم الساعة اللي يتجاوز 40 إلى 50 تلميذي مات للتلميذي يقد
يستوعب ذا اللي ينقاله، وذا اللي ينقاله من الأستاذ مات اللي قد يوصل المعلومة اللي مطلوبة منه. وهذا الأمر يتعلق بأقسام نهائية، كيف عندها امتحانات البكالوريا والله السنة الأولى إعدادية، من دراك كان ذاك من اللي متن قال القضية. النتيجة قريب، يعني الوقت عاد قصيف، ما تلاوي قدو الوقت ما تلاقي كافي فين معادتك يعني يخليك في البداية يقديش بار وقت عقب ذاك يسترجعوا شوي ماذا يعني يعود وقت قصيف سنة واحدة له يجبر دور النتيجة طبعا له يعود فساد أكثر. الحصول على تأشيرة تجاوز المرحلتين الإعدادية والثانوية يمر حتما بتحضير جيد أساسه فهم واستيعاب المناهج المقررة، فهل يتأتى ذلك في ظل أجواء لا تمكن الطالب من الحصول على مكان مناسب للجلوس داخل القسم، ناهيك عن استحالة فهم الدروس بسبب الضجيج والأجواء غير الملائمة؟ ملف نأتي إلى ختام هذه النشرة إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة التهذيب الوطني تطلق المرحلة الأولى من رالي العلوم والثانية من أولمبياد العلوم في المواد العلمية لسنة 2017 لنيل جائزة رئيس الجمهورية في المجال العلمي. خلال اليوم الرابع من مفاوضات جنيف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يقترح تشكيل فرق لملفات الإدارة والدستور والانتخابات وترك مسائل الإرهاب لمفاوضات أستانا. وفي ملف النشرة تابعتم الاكتظاظ المدرسي العقبة الكأداء. ختاما تحية مني ومن باقي فريق العمل، إلى اللقاء.